هذا يا طويل العمر جي اكسار 8 سلندر بدون جناح وبدون سلة، وفي في جناح، في جناح وراها، في جناح بس بدون سلة. الدعامية هذه الأمامية بس ينقص وينش، هو في الكامل فتحة ودفلك، في دفلك صح؟ في دفلك وحساسات أمامية وفي حساسات ورا، وجن 18 هذا 2016 طبعا، سعره ب 208. وصوروا لكم من داخل الحين، دعاسة جانبية 18 وبدون زوايد. هذا يصلح لحقين البر اللي يبون زي نظام الهدد بس انه جنط عريض. في كشافات ضباب والدعامية هذه الأمامية، جنط 18 كروم وشارة بمراية، هذا شكله مع الجنب. المقابض نفس لون الموتر، مخمل، في شاحن وايرلس، وفي شاحن وايرلس، وسيدي دفلك، وفي مثبت سرعة، هذا مكيف سيدي. هذا تو وصلهم 2016. هذا مكيف، جناح واربع حساسات ورا، اقرب ماله الحدد بس انه كفراته عريضه. جي اكس ار 8 سنه، مرات المخمل، سكر حساسات، رباقين أمامية بس، وزارة تحكم الدركسون اللي هو حق السيدي. هذه الماكينة 8 سلندر اللي هي 304 حصان، الماكينة اللي أعلى منها 5.7.